وأيام قليلة عن يوم عرفة. الشباب مدينة العطافة رانا نشوفوا باللي يقاطع مثل هذه الحفلات، وراكم تشوفوا باللي القاعة راهي فارغة. إقبال ضعيف جدا، غير الطاقم اللي جاي ينشط الحفلة راهم يغنوا لبعضهم بعض. راك تشوف مبالغ ضخمة راحت في حاجة ما يستفادش منها الشعب، وما حضرهاش حتى الشعب، وهي راح حضرها قال ودي وما عجبتهمش معليش، محكم عليها حكم عليها بالفشل بدون الحضور. ونضمموا هذه رسالة. سكان مدينة العطاف تعرفهم محافظين، وما عندناش مثل هذه الأمور راي. على كل حال الأمور هذه يعني مش غريبة على المجتمع الجزائري، نظرا لأنه الشعب هذا الشعب هذا مش حفل تاع راي ولا حاجة، أموا كان من مفروض تاع مسرح. القاعة فارغة تماما، فارغة تماما، خصوصا ونحن على مشارف عيد الأضحى المبارك وأيام العشر الأواخر من ذي الحجة. مفروض أنه نؤديها في التكبير والتهليل لا في الغناء والمجون.